استقطاب وجمع التوصيات الضرورية لصالح المشاريع المعتمدة لدى وزارة البيئة والصيد هي محور الاجتماع حول التغير المناخي من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم المشاريع بشكل عملي. وزير البيئة والصيد برا محمد هو من رأس الاجتماع بحضور ممثل المجموعة الإفريقية وعدد من النواب وممثلي الوزارات المختلفة ومدراء الأقسام بالوزارة. تقرير محمد الأمين أحمد. بهدف حماية البيئة من التغير المناخي الذي شمل أجزاء كبيرة من دول العالم، جاء اجتماع اللجنة الوطنية حول التغير المناخي الذي أعدته وزارة البيئة والصيد بهدف ترشيد العاملين بالوزارات العاملة في مجال البيئة والمناخ. في كلمته الافتتاحية، وزير البيئة والصيد برا محمد والذي رحب بالحضور شاكرا إياهم على إجابة الدعوة، قائلا بأن هذا اللقاء الذي جمع اللجنة الوطنية للتغير المناخي التي انبثقت من فعاليات اجتماع مراكش المغربية والتي شارك فيها الوفد التشادي برئاسة وزير البيئة والصيد إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الوطنية بجانب سفير البلاد لدى المملكة المغربية، وذلك بهدف اعتماد مخرجات الملتقى الدولي بباريس والملتقى الدولي بمراكش المغربية والعمل على تطبيق هذه المخرجات، مضيفا بأنه تم تعديل بعض البنود ومناقشة الجوانب المالية في المشاريع المرفقة مع البرامج، وذلك في إطار مكافحة التغيرات المناخية خاصة في عملية الاستفادة من الدعم الممول البالغ أكثر من 10 مليار دولار، ومشيرا إلى بعض الاتفاقيات المبرمة للبيئة والتغيرات التي تطرأ حول المناخ. أما السفير المفوض للمجموعة الإفريقية سيني إنفو والذي أعرب عن شكره للبلاد مشيرا بأن تشاد أول دولة إفريقية تطلب من المجموعة الإفريقية إمدادها بمعلومات وتوصيات حول التغير المناخي، مضيفا بأن خطة مخرجات الملتقى الدولي تندرج في 6 محاور لتفعيل دفتر المهام الوطني للمشروع المعد لعام 2017 حتى عام 2020، وكذا تحسين ترشيد التغير المناخي والوصول إلى أحسن الحالات بعد التغيرات المناخية، وذلك وفق سياسة مدروسة للأقسام الخاصة في البيئة ودعم تطبيق السياسات الوطنية حول التغير المناخي وتكوين أطر لتعمل بشكل منظم مع الشركاء الفنيين والممولين الماليين حول التغيرات المناخية وإعداد استراتيجيات وطنية للتعامل مع البيئة، علما بأن هذه اللجنة الوطنية للتغير المناخي مكلفة بمتابعة خطوات المشاريع بشكل عملي لاستقطاب وجمع التوصيات والقرارات ضرورية والعمل على تخطيط الوثائق وتطبيقها لصالح المشاريع المعتمدة. هذا وبعيدة رؤوسه لأعمال الاجتماع صرح وزير البيئة والصيد للصحافة الوطنية عن مخرجات هذا الاجتماع. التغيير الجو سبب الجفاف، سواء معيشة ذات قاسي علمي ما بسوط ما فيش مطر، وكان من البلدان التيب في تغيير الجو، وعالميا في مناسبة كوب فانتانا كل البلدان يلوموا يناقشوا يشوفوا كيف نخيروا الحلنا، كيف مصنع دول يخدموا بدون كربون، الديفلوبمان بلا كربون غاز على إفت السير لأنه ده هو بس اللي يتلف علينا الجو وبيتن بعد المطر ما بصو. وفي نفس الوقت البلدان الكبار عندهم المصنع دول وكي عندهم مندسري كبار وهم بس اللي يتلف الجو ده وفي وقفوا الإميشن على كربون لغاز على إفت السير، حطوا صندوق خاص للتعاون يعني بلدان نفر تشاد نفر نيجير أنا أفريق كلهم هم ما عندهم اندستري كبار شيء ما بتلف الجو السكان بتاعهم كل شيء الناس يقدروا يسهلوا الأمور ويقدروا بكان زمان علمي ما بسود من نقدر نقولهم علمي بخارطه بكان صحراء سجش ما فيهم شيء ده كله كي يقدر نقدر نخيره دور لنا خدم به، لكن ما باكر ما بكرة لكن بشيء يجي يقدر.